لمزيد من المتابعة إذن والتحليل والتعليق بشأن الاتفاقية الأمنية التي أبرمتها حكومة بغداد مع إيران لإبعاد المعارضة الإيرانية عن الحدود ورضوخ بغداد لها. معنا عبر سكايب من تورنتو أستاذ الفكر السياسي بجامعة يورك الدكتور صباح الناصري، حياكم الله، مرحبا بكم دكتور معنا. الله يحييك، مية هلا بك حبيبي. أهلا دكتور. إذن يعني منذ أسبوع تقريبا والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية يتحدث عن الاتفاق الذي يلزم حكومة بغداد وحكومة السوداني بإخراج المعارضين الإيرانيين، ويصرح علنا بالتهديد بأن بلاده ستتدخل عسكريا إذا لم ينفذ هذا الاتفاق. في أي إطار إذن تضعون زيارة وزير خارجية السوداني فؤاد حسين إلى الزيارة المرتقبة إلى طهران؟ أول شيء طبعا هي ليست باتفاقية، إنما حقيقة هي إملاء. الطرف العراقي ليس في موضع أنه يدخل في مفاوضات ويصل إلى اتفاقيات، إنما هو إملاء من الطرف الإيراني على الطرف العراقي. هذا أول نقطة. النقطة الثانية، إيران تقصف وتدخل في كردستان العراق من سنين، يعني ليس بشيء جديد. إذن الحدث الآني وبالذات بعد اتفاق ما تسمى الاتفاقية الأمنية في شهر 3/2023، مثل ما قلنا مو اتفاقية إنما هو إملاء من طرف واحد، تماما مثل الاقتصاد من طرف واحد، تماما مثل الأمن من طرف واحد، كل شيء من طرف إيران، والعراق مجرد مستقبل مستهلك لهكذا إملاءات. إذا ما الجديد في هذه ما تسمى الاتفاقية؟ علما بأن إيران تعرف تماما كما حكومة كردستان الإقليم والحكومة العراقية تدرك كل الزين أن ليس بإمكانها حل هذه الفصائل والأحزاب المتعددة الكردية في كردستان العراق لأسباب عدة. فبالتالي إذا ما الهدف من هذه الاتفاقية ومن هذا التهديد في هذا الوقت؟ هو هذا السؤال الاعتقادي اللي لازم يطرح. نعم. إذا دكتور أيضا من جانب آخر، منذ أيام عاد وفد حكومي من واشنطن عاد إلى العراق، وأكد هذا الوفد في الخلاصة أنه كان هناك وجود يعني وجود اتفاق أمني أو تعاون أمني بين بغداد وأمريكا، ولكن ألا يوجد هناك تناقض؟ ألا تتضارب مصالح أمريكا داخل العراق في ظل هذه التهديدات الإيرانية؟ نعم، هذه حقيقة سؤالين. السؤال الأول اللي أنا سميته عسكرة القرار السياسي، بمعنى القرار الآن هو بيد وزارة الدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب وليس بيد الحكومة العراقية. يعني أمريكا فرضت هذا القرار، وهذا طبعا أحد شروط تشكيل الحكومة، الإملاءات الأمريكية على تشكيل هذه الحكومة. هذه الحكومة مجرد ينمل عليها من كل مكان، فهذا أحد شروط عسكرة القرار السياسي. أصبح بيد أمريكا القرار العسكري الأمني بيد أمريكا، والدليل أيضا زادوا الألوية في كردستان من بيشبرقة من 24 إلى 28 لواء، وقرار البيشبرقة هذا أيضا أصبح بيد يعني الحكومة الأمريكية بعيدا عن الحزبين الكرديين. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، طبعا تدخل إيران بالشأن العراقي بالذات في كردستان هو في هذا السياق، راح نجي له بعد شوية. السؤال الثاني، هل هنالك تضارب بالمصالح بين أمريكا وإيران؟ أنا ما أقول ماكو تضارب. بين أمريكا وإيران هنالك منافسة وتعاون فيما يخص العراق وحتى سوريا ولبنان، بس بالذات العراق، تحدث عن العراق، ليس تضارب في المصالح. ليش؟ لأنه أمريكا تدرك كل الزين بأن العراق مستقل بقرار سيادي وبهذه الموارد البشرية والطبيعية يصبح مرة أخرى قوة إقليمية، وهذا ما تريد أمريكا. فأفضل حل لإبقاء العراق مشتت مفكك، يعني الدولة العراقية مفككة بهذا الشكل بدون سيادة، هو إعطاء الفرصة لإيران للتدخل بكل الشؤون الاقتصادية والأمنية والسياسية داخل العراق. ولكن هنالك بعض نسميها الخطوط الحمراء اللي إيران المفروض ما تتجاوزها، لأن إذا تجاوزتها راح تصبح إيران قوة إقليمية تهدد يمكن حتى إسرائيل، حليف أمريكا أو المملكة العربية السعودية إلى آخره، وهذا أيضا ما مسموح به. إذا دائما هنالك مناقشة ما بين أمريكا وإيران للوصول إلى نقطة التوازن. فما يحدث الآن، تلاحظ الإيرانيين أنا متأكد أنهم راح يدخلون بقوات برية إلى كردستان، وطبعا هذا الشكل التدخل العسكري مفضوح، لأن كل هذه
المعارضة الكردية لكردستان يعني حرب العصابات هي في مناطق جبلية وعرة، من الصعب دخول الجيش التقليدي إلى هذه الأماكن. إذا الجيش التقليدي هذا البري وبدأت الحرس الثوري الإيراني راح يدخل بسبب آخر. أحد هذه الأسباب احنا ممكن نناقشها، بس أحد هذه الأسباب باعتقادي هي رسالة إلى أمريكا بعد ما عسكرت أمريكا الحدود العراقية السورية وصار هناك تحكم الحدود السورية العراقية وإدخال الجيش العراقي لقطع حركة الميليشيات التابعة لإيران وإمدادها بالسلاح إلى سوريا ولبنان. الآن إيران تخطو هذه الخطوة، تدخل إلى كردستان العراق، تفرض وقائع على الأرض كرسالة إلى أمريكا من أجل التفاوض. هذه أحد الأسباب لدخول يعني الأسبوع القادم لحرس الثوري الإيراني داخل كردستان العراق، ليس له علاقة حقيقة بتفكيك المعارضة الكردية اللي من المستحيل على أي حكومة أو كذا أن تفككها لأسباب عدة. وحتى هي حتى المعارضة الكردية بذاتها صرحت بأنها لم تستلم أي طلب رسمي من الحكومة العراقية أو حكومة إقليم كردستان بحل المعسكرات أو سد المكاتب أو شيء من القبيل. فبالتالي إذا الأسباب تختلف عن ما تدعي إيران وما تدعي الحكومة العراقية في المركز. إذن كما تفضلتم هي رسالة، هذا هو السبب الرئيسي من إيران لهذه القوات الأمريكية الموجودة في الخليج، رسالة تهديد. إذا ما تطورت الأمور دكتور، هل من الممكن أن تتحرك هذه القوات الأمريكية لهذا الاستفزاز وقوات والآن موجودة بأعداد كبيرة ويعني بقوة كبيرة، يعني هل ممكن أن تتحرك لإيقاف هذا التهديد الإيراني بتدخل عسكري مثلا؟ نعم، يعني إيران تلعب بالنار حقيقة. أنا قلت أن أحد الأسباب هو رسالة إلى أمريكا. السبب الآخر قلت أيضا وقائع على الأرض. إيران تخلق وقائع على الأرض في كردستان، ليس فقط في السليمانية إنما في أربيل وسنجار إلى آخره، لأن هنالك الطرف التركي الآخر اللي هو ضد حزب العمال الكردستاني اللي دعم إيران، وأمريكا يعني تتحكم بالحدود العراقية السورية أيضا ضد قصد هناك القوات السورية الديمقراطية اللي أيضا مدعومة من إيران. فإذا هنالك صراع إقليمي بين تركيا وإيران في شمال العراق لخلق وقائع على الأرض للهيمنة على المنطقة، وأيضا تشكيل بعض الميليشيات لخلق نوع من الزعزعة على الأرض بالذات في سنجار. هذا طبعا يتضارب مع الخطة الأمريكية الحالية الآن، فقد يؤدي إلى تصعيد. نعم، لأن لاحظنا احنا مؤخرا كيف إيران من خلال عصائب أهل الحق صعدت في كركوك في قضية كركوك وانطت صبغة يعني عرقية إلى وطائفية بهذا الشكل. فبالتالي هذا هو جزء من مشهد التصعيد، وبالفعل مثل ما تفضلت قد يعني لأي سبب من الأسباب لأي خطأ إن كان قد يؤدي إلى يعني تصعيد عسكري. فإيران حقيقة تلعب بالنار في هذه اللحظة. أنا باعتقادي هناك أيضا بعد ثالث، طبعا عدة أبعاد لهذا التدخل، بس بعد ثالث أيضا مهم فضلت حضرتك في اول البرنامج عن الحديث عن استشهاد الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر السنة الماضية. فأيضا هنالك خوف إيراني بأن الأحزاب الكردية و الميليشيات الكردية في كردستان العراق يعني ستعيد سنوية مهسا أميني والدفع باتجاه الاحتجاجات والتدخل. هذا أيضا بعد آخر. فإذا هنالك تصعيد قد يكون خطير إذا خرجت الأمور عن يعني ما تم الإعداد والتخطيط إليه، وأي خطأ بسيط قد يؤدي إلى يعني تداعيات أمنية عسكرية أو تصعيد عسكري. نعم نعم. إذن من تورنتو أستاذ الفكر السياسي بجامعة يورك الدكتور صباح الناصري، شكرا جزيلا لكم دكتور.